مشاهدينا الاعزاء، اهلا بحضراتكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وبابنائها المخلصين في كل مجال، سواء المجال الرياضي، المجال الفني او غيرها من المجالات الاخرى. النهارده عندنا موضوعات متنوعه ومختلفه هنتكلم عنها، ابرزها طبعا اعلان السيد رئيس الجمهوريه من خلال المؤتمر الدوري الثالث للشباب واللي اقيم بمدينه الاسماعيليه عن ان عام 2018 ان شاء الله هيكون عام لذوي الاحتياجات الخاصه. في نفس التوقيت أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن أنها بالفعل انتهت من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وأنها أرسلته للبرلمان بعد مناقشات موسعة، حوالي 80 ورشة عمل أقيمت على مستوى الجمهورية علشان نوصل في النهاية إلى هذه الصيغة المرضية لكل ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى مصر. قالت ان هذا القانون ان شاء الله هيلبي كل احتياجاتهم وان هو بيتفق مع الاستحقاقات الدستوريه الموجوده عندنا ومع اتفاقاتنا الدوليه فيما يخصهم، وده شيء جميل لان ده اكيد هينعكس على شكل الشوارع المصريه وشكل تعامل الناس اليومي مع ذوي القدرات الخاصه. خلينا نتكلم النهارده عنهم وعن هذا الخبر، خبر اعتبار 2018 عام ذوي القدرات الخاصه، وهتكلمنا واحده لها خبره كبيره في هذا المجال، هي المهندسه امل مبده رئيس الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه وعضو الاتحاد الدولي للاعاقات الذهنيه، ولها باع طويل في هذا المجال، حوالي 6 سنين بتشتغل في هذا المجال مع ذوي القدرات الخاصه، واكيد هيكون لها راي عن احلامهم وامنياتهم بالنسبه للعام القادم المهم جدا في حياتنا كمصريين. عندنا فقرة أخرى هنتكلم فيها عن زيارة بابا الفاتيكان، بالفعل الزيارة انتهت لكن هي زيارة غير عادية واستثنائية لأنها كانت زيارة من رجل السلام على أرض السلام، ده كان الشعار المرفوع وأعتقد أنه شعار واقعي جدا تجلى من خلال زيارته سواء يعني شيخ الأزهر أو حتى البابا توادروس وإقامة مصالحة بين الكنيستين، ودي مصالحة تاريخية بالنسبة لهم، أو انعكاسها على حالة الأمن والأمان المصرية اللي انعكست خارجيا. مصر بكل أسف بتهاجم دائما في كتير من وسائل الإعلام الغربية وبيروج على أنها بلد غير أمنة لما يجي البابا ويتحرك بمنتهى الأريحية ويقيم قداس عالمي في مكان مفتوح بحضاره 25,000، ده أكيد له انعكاس على اعتبار مصر يعني حالة منفردة من الأمن والأمان، وأيضا مصر أم الدنيا كما قيل على لسانه وكما قيل أنها زهرة الحضارة وأساسها. هنتكلم عن هذه الزيارة وإزاي ممكن ندعم مصر من خلال لها مش بس سياحيا وده الموضوع الاساسي للفقره، ولكن ايضا سياسيا وانسانيا وده الموضوع الاهم. هيكون معانا في هذه الفقره المهندسه دينا تدرس مستشار وزير السياحه الاسبق وعضو لجنه بيت العائله المقدسه. اما فقرتنا اللي هنلتقي بيها ان شاء الله بعد الفاصل مباشره فهتكون عن المهرجانات اللي بتقيمها مصر. مصر بتقيم العديد من المهرجانات الفنيه والرياضيه وغيرها، كل هذه المهرجانات اكيد لها تاثير على سمعه مصر الدوليه، على قدرتنا على تنظيم احداث كبرى وده شيء بيحسب لينا، وعلى قدرتنا على ان احنا نحرك مجموعات من الزوار الاجانب بسهوله ويسر وايضا بمنتهى الامان. خلينا نتكلم مع الاستاذ محمد رمضان الكاتب الصحفي مساعد رئيس تحرير مجله المصور ورئيس قسم الفن عن اهميه المهرجانات الفنيه بالنسبه لنا كمصريين وعن دورها في دعم السياحه المصريه وازاي ممكن الفن يروج للاماكن السياحيه المصريه من خلال اعمال دراميه متميزه وازاي ممكن نسهل عملها داخل الأماكن الأثرية خاصة بعد قرار وزير الآثار بتخفيض الرسوم في الأماكن الأثرية عند التصوير. دي فقراتنا النهاردة، بعد الفاصل إن شاء الله هنلتقي بحضراتكم وأولى لقاءاتنا، نرجو إن شاء الله أنها تكون حلقة مفيدة وممتعة، فابقوا معنا.